دلوقتي هنروح نشوف مع حضراتكم الأحداث اللي هتحصل النهاردة إن شاء الله، واللي منها تنظيم ملتقى توظيفي هيوفر 3000 فرصة عمل للشباب في التخصصات المختلفة. كمان النهاردة هتشهد جامعة القاهرة حفل توزيع جائزة الملك عبد الله بن عبد العزيز للترجمة، وأخبار أخرى هنعرفها من خلال هذا التقرير. بالنسبة للأخبار المهمة اللي هتحصل النهاردة، فوزارة القوى العاملة بالتعاون مع الهيئة القبطية الإنجيلية هتنظم ملتقى توظيف للشباب بمشاركة 30 شركة قطاع خاص. الملتقى هيوفر 3000 فرصة عمل للشباب بتخصصات مختلفة لجميع المؤهلات، بشرط إنه السن يكون من 18 لحد 40 سنة. النهاردة هتشهد قاعة الاحتفالات الكبرى بجامعة القاهرة فعاليات حفل توزيع جائزة الملك عبد الله بن عبد العزيز العالمية للترجمة في دورتها العاشرة، وده في إطار التعاون الثقافي والمعرفي المشترك بين جامعة القاهرة ومؤسسة الجائزة. النهاردة هتحيي فرقة عبد الحليم نويرة للموسيقى العربية بقيادة المايسترو أحمد عامر حفل غنائي على مسرح الجمهورية التابع لدار الأوبرا المصرية الساعة 8 بالليل. النهاردة هتقيم سفارة بيلاروسيا بالقاهرة لقاء رسمي في مدينة الغردقة مع ممثلي الجالية البيلاروسية المقيمين بصفة دائمة في مصر والمواطنين المصريين، وده في إطار الاحتفالات بالذكرى 30 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين مصر وبيلاروسيا.